أبراهما كاتب الوطني الديمقراطي في موقع ديمقراطي اللي باغي تعطيني الاعتصامات ديالك على المسيرة اللي دايرة وكذلك لاحظت أنه كاين تواجد ديال العديد من أعضاء الكتابة الوطنية هنايا في المسيرة أشنو المرصد ديال المشاركة ديالكم هنا وبعد كتب. نعم طيب نحن كنهج ديمقراطي وأيضا ككل القوى الديمقراطية والتقدمية وكل القوى الوطنية وقوى الشعب المغربي القوى الديمقراطية والتقدمية هناك اليسار الراديكالي وهنالك أيضا اليسار الديمقراطي والتنظيمات النقابية توجد ديمقراطية داخل الاتحاد الشعب الفلسطيني في نضاله الذاتي لصد العدوان الصهيوني الغاشم كما عودنا دائما الشعب المغربي بالقوى الحية والنهج الديمقراطي الذي ظل يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية لم يكن إلا أن يدعو في هذه المسيرة الحاشدة على غرار المسيرات التي رسمها والتواطؤ الأنظمة العربية التي جاءت حركات الثورات التورية لكنسها ومن بين ما كان حاضرا في أسبابها هو بالضبط التحالف والتطبيع مع الكيان الصهيوني. اليوم نحن هنا كنهج ديمقراطي لنقول لا للكيان الصهيوني لا للعدوان الهمجي لا لصمت الأنظمة العربية لا لتواطؤها ونقول بأن الشعب المغربي بكافة فصائله السياسية بيمينها ويسارها مع الشعب المغربي.